اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه السهرة الكروية المنتظرة وسط هذه الاجواء الجميلة المصاحبة لهذا اللقاء. فارس عواض يحييكم من كبيرة التعليق وسعيد جدا بتواجدي معكم الان. نامل بان تكون هذه المواجهة في مستوى الترفعات الكبيرة. فريق فوتبول بايز في مواجهة فاوندرز. ننتظر مباراة كبيرة من الفريقين ونتمنى بأن تكون مليئة بالإثارة والمتعة. هذه تشكيلة فريق فوتبول بايز في مباراة اليوم. إيرمالدو سيلعب مع الكسندر أرنولد في مركز الظهير وفي الهجوم تيمو فيرنر. سيبدأ مع داني إنكس. نستعرض لحضراتكم التشكيلة الأساسية لفريق فاوندرز. أليسون بيكر في حراسة المرمى. جون ستونز سيلعب إلى جانب باستوي في الخط الخلفي. رونو فرنانديز سيبدأ رفقة جواميني في وسط الملعب. وفي الهجوم تيري وري سيبدأ مع كريسمان. هتافات للجماهير مطالبة بالتسجيل. تسديدة رائعة لكنها ذهبت ومرت من جوار الطائر. تغييرين من جانب المدرب واحدة في هذه اللحظات. شاوميني يشارك للمرة الأولى ويخطف كل الأضواء هنا، أمر طبيعي بدون شك. أفضل طريقة لأي مهاجم لتقديم نفسه للجماهير هي التسجيل. اليوم إذا نجح في زيارة الشباك سيدخل إلى القلوب مباشرة بالتأكيد وسيجد الدعم الذي يبحث عنه للتأقلم والانسجام. برونو فرنانديز واحتراف غير عادي للتسديدة. عرضية لا تمر في هذه اللقطة. فرصة خطيرة جدا لكن أليسون موجود هنا في المرمى يتألق، هنا في المرمى يتصدى. والكرة تذهب هنا. ضغط عالي ناجح هنا قد يصبر عن خطورة. كيميتش ملعوبة إلى تيمو فيرنر. فرصة للتقدم في المباراة. مستحيل هذا التصدي. الصافية الآن بلال على الراية تعلن عن وجود حالة تسلل. تقدم الهجوم قد يعطي خيارات كثيرة هنا. برونو فرنانديز مارتيلي يفتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. دفاع حديدي خلص الكرة وأوقف المحاولة. رؤية في منتهى الروعة. الدفاع يقطع الطريق يتصدى للتصويبة. راح سهلة بعد ذلك إلى أونانا. تدخل واستعادة الكرة. تيمو فيرنر تدخل هنا واستعادة الكرة من جديد. أندريس سيلفا هو.
السلام مع كيميتش. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. يتقدم بالكرة باتجاه المرمى. تدخل قوي. تطلع الكرة إلى خارج الملعب الجنوبية. ركلية في المنتصف. مستحيلة هذه اللقطة. شوف الكرة التي غيرت مسارها. خدعت الجميع. عدت مرت التقدم يأتي. هدف الاتجاه. يشعلون الأجواء. يا الله على هذه البداية. عمل ممتاز لقطع الكرة. يوزع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. اعتراض حاسم للقطة الماضية. تصويبة لم تكن بالقوة الكافية والحارس كان في الموقف التالي. يعني تنفس السعداء الآن. فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات. ضغط عالي جدا في الأمام. برونو فرنانديز. حتى يضيف دقيقة واحدة لحوي هذا اللقاء. غريزمان. إعادة الهدف أكيد اللوم كله يجب أن يكون على الدفاع هنا اللي أعطى حرية كبيرة للفريق الخصم داخل المنطقة. حتى عودة إلى الملعب وانطلاقة شوط اللقاء الثاني. نذكر حضراتكم بأن فريق فوتبول بايز متأخر بفارق في النتيجة ويحتاج الكثير للعودة في هذه المباراة. جون ستونز.
فرنانديز. واضح الفريق لا يريد التقدم وحاول استهلاك الوقت بطرق شرعية. تشاوميني وصلت إلى دياني. كوادرادو ترسل بشكل ممتاز هنا. جاء التدخل في توقيت الثاني لإنقاذ المرمى. الله على التدخل. ستحول السيطرة للفريق الآخر. فرصة الآن. على الرغم من كل الرقابة اللي فرضت عليه في اللقطة السابقة، لكنها لم تمنعه عن الوصول بلمسة أخيرة ممتازة تسكن الكرة في الشباك.